الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ظهر علينا بعض الشباب، وأنا بقول بعض الشباب إن لم يكن الغالبية منهم، بلبس الشورت القصير في الشارع، يبقى الواحد ماشي وفي خده باينة. موضوع مشمئز جدا ومنتشر جدا كانتشار النار في الهشيم، وكأن الموضوع عادي خالص، مفيش رقيب، مفيش حسيب، مفيش عرف، مفيش دين، مفيش شرع. طب يا جماعة، هل الموضوع ده كانت موضة مثلا جديدة علينا وإحنا ما نعرفش؟ الله أعلم. طب يا جماعة، هل دي كانت حضارة مثلا قبل الميلاد وإحنا ما نعرفش؟ الله أعلم. طب أنا عايز أقولك إن أي حاجة تخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى، فاعرف إن ده انحطاط وتخلف، لأن إحنا عندنا عرف وعندنا دين وعندنا شرع وضع حدود لعورة الراجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو كاشف لفخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الفخذ عورة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر خادم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل عريانا، فدفع له النبي صلى الله عليه وسلم إجارته وقال: لا حاجة لنا بك، فإنك لا تستحي من الله. يبقى احنا عندنا عرف وعندنا دين وعندنا شرع وضع حدود لعورة الراجل، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان في حدود لعورة الراجل ما بين السرة والركبة. والموضوع ده يا جماعة ما وصلش الشباب بس، لا ده في رجالة شابت، يبقى الواحد شايب وماشي بشورت قصير في الشارع. فياريت أولياء الأمور والناس تخلي بالها من الإسفاف ده ومن الظاهرة السيئة دي، ولازم نعرف إن إحنا عندنا عرف وعندنا شرع وعندنا دين. وكان زمان عندنا مثل بيقول: كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. لا، وكمان عايز أقولك، ما بتبقاش مكسوف وانت لابس الشورت ده وماشي بيه في الشارع؟ فبترضى إن حد يلبس الشورت ده ويقف فيه قدام حد من أهل بيتك؟ ترضى إن حد يلبس الشورت ده ويقف فيه في مكان عام أو في الشارع قدام بنتك أو أختك أو زوجتك؟ ترضى ان حد يقعد بالشرطة ده في المواصلات قدام حد من اهل بيتك؟ فاذا كنت انت ما ترضاش ده لنفسك، فاعرف ان غالبية الناس ما ترضاش ده لنفسهم. البس اللي انت عايزه جوه بيتك، لكن الشارع ملوش اي علاقة بحريتك، فخليك راجل. تحت كلمة راجل دي حط 3-4 خطوط: عندك مروءة، عندك عرف، عندك دين، وغطي فخذك.